السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. مولاي السلطان! إبراهيم! 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 شو واقفين عم تسووا؟ جيبوا لي سوا هالشغلة! إبراهيم! إبراهيم اتحمل! إبراهيم! إبراهيم خليك صاحي. تحمل يا إبراهيم، تحمل. حكيم وينه؟ إبراهيم تحمل، تحمل. مولاي لازم نشيل الخنجر من ظهره بسرعة. بلكي مسمي مينو. مولاي لا تلمس الخنجر. إبراهيم اسمعني منيح، راح أشيل الخنجر. شد حيلك، شد حيلك. خنجري اللي كان بده يطعني بضهري هو خنجر عثماني. مولاي اللي يا إبراهيم لا عاد تحكي يا إبراهيم. هلأ جاي الحكيم وبإذن الله رح يشفيك وترجع مثل الأول. إبراهيم، إبراهيم حكيني. إبراهيم، إبراهيم وينك أنت؟ ليش تأخرت هيك؟ إبراهيم استعجل شوي. مولاي هاي خنجر السلطان جيم، وهذا النوع من الخناجر يا مولاي ما في حدا بيحمله غير سلالته. السلطان جيم ومرته لابن السلطان مراد قبل ما يموت. روحوا دوروا على السلطان مراد وجيبوا له اياه لهون على السريع. الخنجر مانو مسموم مولاي، صحيح جرحه غميق شوي بس مانو خطير إن شاء الله. بيري باشا جيبوا لي هلأ المعلم الأعظم، بدي شوفه. رح أبعت له فوراً يا مولاي. لقيته السلطان مراد؟ عم ندور عليه، ما رح نخلي شبر بالجزيرة. إذا ما غادر الجزيرة أكيد رح نلاقيه، وإذا هرب رح نلحقه لآخر الدنيا ونجيب لك إياه. أخيراً صحيت، خوفتنا عليك كتير. لوين لوين؟ لا تقوم، خليك مرتاح. يا حكيم خدوا لإبراهيم خليه ينام ويرتاح، وانتبهوا له منيح.